بونوس مالوس، هاد جوج كلمات هما السبب في عرقلة السير. الموضوع ديالنا اليوم عنده علاقة بثلاثة ديال المواضيع. الموضوع الأول عنده علاقة بحوادث السير الله يحفظ، الموضوع الثاني عنده علاقة بالمعاينة الودية الكونستالاميابل، والموضوع الثالث عنده علاقة بالتأمين. نتكلموا دابا على التأمين ونشوفوا علاش اختارينا هذا الموضوع. شحال من مرة كنعيشوا هاد المشكلة هذه في الطريق في المدينة، كيكون الزحام كثير وحنا كنتسناو غادي غير بشوية، في الأخر كنلقاو السبب ديال الزحام كسيده وكسيده صغيره، واحد طاح ليه البارشوك الاخر تهرس ليه السينيال، وكيقولوا لك بجوج حنا ما نتحركوش حتى يجيو البوليس، وحتى واحد ما باغي يدير المعاينه الوديه الكونستالاميابل. غير باش نذكروا بان في الكونستالاميابل راه كاين واحد الرسم خصنا نرسموه ديال الحادثه، كيف واقفين السيارات، ومن بعد كل واحد عنده نسخه كياخذها وكيرسم فيها شنو بغادي يقول، ما يقول هذا كذب ما يقول الاخر كذب، ومن بعد كل واحد كيدير النسخه ديالو للتامين، والتامين كتحكم كتقول انت فيك الخطا او لا انت فيك الخطا او لا بجوجكم خاطئين. هكذا غيتفاهموا دغيا ويمشيوا بحالتهم دغيا ويطلقوا الطريق للجميع. اذا شفنا الموضوع الاول حادثه السير، شفنا الموضوع الثاني المعاينه الوديه، دابا نتكلموا على التامين. ملي كتوقع اكسيده، وهذا الشيء علاش الناس كيتعكسوا بالنسبه للكونستالاميابل، كيقول لك اودي انا ما باغيش نخلص المالوس، مالوس بونوس، هاد جوج كلمات هادو هما اللي كيخليو الكونستالاميابل معطله والناس معطلين في الطريق. مالوس غرامه، بونوس مكافاه. نشوفوا كيفاش. نعطيو مثال، نبداو بالمكافاه. البونوس، البونوس كنحصلوا عليه الى في ظرف عامين جوج ديال الاعوام ما درنا حتى شي كسيده وما تسببنا حتى شي كسيده. هنا ملي غنمشيو نامنوا السياره ديالنا غينقصوا لنا واحد النسبه. اما الغرامه المالوس، هنا الا درنا كسيده في ظرف عام هنا غادي يزيدوا عندنا واحد النسبه نمشيو نامنوا السياره. غرامه مالوس، بونوس مكافاه. غدا ان شاء الله غادي نكملوا الحلقه ديالنا ونتكلموا دائما في العالم ديال التامين، وهذا الشيء كله اللي قلناه اياه وبلا متفقين.